وبركاته الأخوة الحاضرين اليوم في ندوة نقيمها جامعة تكريت بالتعاون مع مركز التعليم المستثمر في جامعة تكريت. مشكورة الأخوة في مركز التعليم اللي عودونا دائما يكونون سباقين لمثل هكذا محافل. دائما احنا الآن في وجه بداية دوام دراسي حسب توجيهات رئاسة الجامعة السيد رئيس الجامعة الدكتور واحد المحترم وجه بإقامة ندوة مع بدء الدوام الدراسي للوقوف على موضوع الكوفيد 19 أو جائحة كورونا حتى نأكد على الإجراءات الاحترازية ونمنع أنه ترجع الإصابات لا سمح الله مثل سابق أيام العشرين. مبدئيا المحور اللي يخصني الأخوة البارحة تكلموا بالتفصيل حول الجائحة وأسبابها وعن طرق علاجها. مشكور الأخ أستاذ مساعد الدكتور ياسر مهند ياسر رديف والمدرس هبة مشكورين. اليوم راح نكمل أنا وأخي الدكتور علي البياتي حول اللقاحات والإجراءات المستخدمة للوقاية من الإصابة بجائحة كورونا. لا يخفى عليكم على أنه يعني يعتبر جائحة كورونا من الأمراض اللي تعتبر العالمية أو مرض العصر نعتبره. وحقيقة أربك العالم كله الإصابات في كل العالم وبدايته كانت مخيفة شلت الحياة. أكيد إحنا نحتاج نوقف عند هذا المرض نعطي عندنا بيانات دقيقة وصحيحة حتى نتجنب الرجوع بالخلف إلى الإصابات الأعداد المهولة. المواضيع اللي راح نناقشها هنا إن شاء الله تعالى أنا دائما بالمحاضرات أحب أخلي هاشتاك الهاشتاك اللي موجود على المحاضرة اللقاحات فعالة هاي مش مهم ما يخص المحور ما اللي راح أتكلم عنه وراح أتكلم بأسلوب مبسط بسيط ما تطرقت القضايا العلمية بقدر ما أتطرق لعرض الموضوع بثقافة صحية نقول تعزيز الثقافة الصحية عند الأخوة منتسبي جامعة تكريت واللي الحاضرين بقية الجامعات حتى نتمكن قدر الإمكان الحد من انتشار هاي الجائحة مع بداية العام الدراسي. راح تعرفون الحضور الزامي صار هسه لكل الطلبة والأساتذة والدوام بدأ 100%. لذلك نحتاج نأخذ بعض الاحترازات وكذلك نأكد على موضوع اللقاحات حتى لأنه هو أثبت علميا أنه اللقاحات جابت نتيجة كبيرة جدا. هسه إحنا الحياة اللي نعيشها بفضل طبعا المناعة المكتسبة اللي صارت ضد الفيروس. طبعا أكو طريقين لها اللقاحات لأنه طريقة مسيطر عليها والأمر الآخر الإصابة اللي صابوا بالمرض هذا أكيد صار عندهم مناعة مكتسبة. المواضيع اللي راح نتطرق لها هنا أكو حقائق رئيسية حول اللقاحات راح نتكلم عنها بإيجاز. كذلك راح نتكلم بإيجاز عن قائمة باللقاحات المرخصة من قبل WHO منظمة الصحة العالمية. نتكلم عن الفئات المشمولة بالتلقيح. طبعا أنا أسرد معلومات مأخوذة من منظمة الصحة العالمية اللي تتكلم عن بيانات من بداية الجائحة لحد 17/5/22 يعني آخر بيانات هي نازلة بهاي البرزنتيشن يعني غاية 17/5/22. عندهم الكوادر الطبية والباحثين وكوادر التعليم العالي والمؤسسات المحلية والدولية في نشر ثقافة التلقيح. وعندي كذلك آخر شيء أسئلة راح نتكلم عنه ونتطرق لها إن شاء الله تعالى. أول موضوع الحقائق الرئيسية لا شك على أنه يعتبر كوفيد 19 مرض العصر وهي جائحة يعني شملت كل قارات العالم والإصابات كانت مرتفعة. صح نسبة الإصابة يعني بها كتوتال هي أقل من كثير أمراض أو جائحات سابقة لكن حقيقة كانت مخيفة مرض بمواصفات جديدة ما معروف أي شيء عنه يعني فقط الداتا القديمة عن
سارس اللي قبله، لكن تطور وانطانا فد هالة كلش كبيرة بحيث يعني شلت الحياة، ولذلك يعتبر مرض العصر. أمرها المناعة بعد الإصابة هي الأقوى. هنا أكو جدل كثير يعني نسمعه، على أنه وهذا صارت بداية الجائحة، وإذا تذكرون كانت المؤسسات أو المنظمات الصحية في بريطانيا كانت تمشي باتجاه مناعة القطيع اللي هي تسمح لانتشار المرض، وهو هذا حقيقة واحد من الإجراءات يعتبر صحيح لكن بمخاطر، مخاطرة أعلى، ولا يمكن التنبؤ بما يترتب على مناعة القطيع، لأنه المناعة المكتسبة أكيد من الإصابة هي أقوى، لكن يعتمد على الفيروس أوفرلود، يعني حجم كمية اللي تعرضت لها من الفيروس، ويعتمد على مناعة الشخص، ولذلك يعتبر أمر خطر جدا. الأمر البديل والأمين اللي هو لعمل المناعة هو أخذ اللقاحات. لذلك أنا يعني جهادي وقتالي ضد الكوفيد 19 هو المناعة. فأنا كيف ممكن أرفع مناعتي؟ بطريقتين، يا أما يعني تتعرض للإصابة وتصير عندك مناعة، وهاي المناعة هي أفضل، لكن يعني تعتمد على كمية الفيروس اللي تعرضت عليها وكذلك مناعتك. ممكن تروح هواي ناس انصابوا بالكوفيد 19، نسأل الله أن يتقمدهم برحمته، توفوا لأنه كانت مناعتكم ما طورت الطورة صحيحة بحيث تقدر تحد من مخاطر هذا المرض. إذن الأمر الآخر، المناعة المستحصلة من اللقاح هي علمياً أأمن، مسيطر عليها، لأنه إحنا نستخدم جزء من الفيروس. طبعاً صراحة أتكلم على الطرق بشيء مختصر حول اللقاحات كيف تصنع. إذن الحقيقة العلمية الثانية أنه المناعة بعد اللقاح هو أمر مسيطر عليه. الأمر الآخر، جميع اللقاحات فعالة، وهي حقيقة مثبتة، حتى نتجنب، وهي ضروري جدا، دائما يسألون الأخوان شنو اللقاح الأفضل، شنو الأكثر فعالية، شنو هذا، إحنا نحاول قدر الإمكان تجنب المقارنة. حتى لو كانت موجودة المقارنة، حقيقة هي كلها لقاحات يعني أجيز استخدامها استخدام طارئ، وهذا في منظمة الصحة العالمية لما تجيز استخدامها، والـ FDA أو غيرها المنظمات اللي تعنى بالسيطرة على الأدوية واستخداماتها أو السيطرة على اللقاحات واستخدامها، تعتمد الحالة المرضية اللي صارت. فالاستخدام الطارئ لكوفيد 19 أتاح استخدام اللقاحات، وهي بعدها ما ماخذة إجراءاتها البحثية الكاملة. لذلك الجميع اللقاحات فعالة، تستخدم أي لقاح ماكو مشكلة، حسب توفر اللقاح حسب بلدك، وقدر الإمكان نتجنب المقارنة لأنه هي كلها فعالة لكن بنسب. نعم، بعضها يتكلم على أنه شركة فايزر هي أفضل، أو لقاح فايزر على أنه أفضل قليلا من البقية، بعضها يتكلم على أسترازينيكا، لكن مع الوقت بين أنه هي كلها فعالة. أكو بعض المحاذير باستخدام يعني بعض اللقاحات مثل الأسترازينيكا، في يفضلون استخدامها في الأعمار الكبيرة، يعني يكون أفضل من البقية. الحقيقة الأخرى، الوقاية خير من العلاج. أكيد هذا يعزز ثقافة التلقيح، لأن أنا من أتلقح أو أتجنب الإصابة المباشرة للفيروس الفعال وأفضل بكثير من أن تنصاب وتتعرض للمخاطر للمرافقة للكوفيد 19. كذلك البي بي إي كلش مهمة، اللي هي Personal Protective Equipment، اللي هي أدوات الحماية الشخصية، اللي هي الكمامة والجلوب والمعقمات، وهذا اللي استخدمناه إذا تذكرون ببداية الجائحة. هسه تقريبا بعض المؤسسات الصحية كثير من عدها شالت من هاي الإجراءات، قللت من عدها، لكن لا يعني على أقل تقدير إحنا في يعني في بداية الموسم الدراسي، على أقل تقدير نلتزم بأضعف الإيمان، يكون بالكمامة على أقل تقدير، نحاول نتجنب التجمع بأعداد كبيرة في مكان معين. يعني هاي ممكن من الإجراءات اللي تقلل أو تكون هي وقاية من الإصابة بفيروس كورونا. الحقيقة العلمية الأخرى، هي اللقاحات لا تمنع الإصابة، لا تمنع الإصابة المستقبلية بنسبة 100%، ممكن إصابة الملقحين ذلك التزام بالإجراءات الاحترازية. وهذا يعني كثير من الأخوان يقول أنا ملقح لازم أشيل الإجراءات الاحترازية، هذا غير صحيح، لأنه كثير من الأشخاص اللي هم أخذوا لقاح أشرت بعض الحالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن حدة
وهذا ما يشجع اللقاح، انه لازم تاخذ لقاح، لان الاصابات لاحقا بعد اخذ اللقاح هي وارده جدا، لكن بحدتها ويعني والاعراض اللي مرافقه للاصابه تكون اقل بكثير، اقل بكثير وامكانيه العبور. اذا هي علاقه عكسيه ما بين ان تاخذ لقاح واصابه المستقبليه. جميع اللقاحات تعالى في المتحورات الجديده، وهذا الامر نسبي حسب الشركات. في الغالب اغلبها اثبتت فعاليتها باتجاه المتحورات الجديده، يعني ولو اكو لحد يعني اكو بحوث جديده الان تسري باتجاه يعني لقاحات جديده بطرق جديده حول الكوفيد 19. حتى الحقيقه الاخرى الاخيره اللي احب اطرحها وما يخص اللقاحات، هي فعاليه جيده ومناعه جيده يتطلب more than one dose او more than one اكثر من جرعه. وشفنا انه الجرع يتطلب جرع بعد 3 أشهر و3 أشهر اخرى، وبعض هسه بعض الافراد او الاشخاص اللي هم بالتماس مباشر مع المرضى او بارضهات العزل ينصحوهم بجرعه ثالثه. اغلبنا اخذنا جرعتين وبعضنا اخذ ثلاثه، خصوصا الكوادر الطبيه واللي هي بتماس مع مرضى المرضى ال 19 يفضل ان ياخذون 3 جرع من محفزه ل كوفيد 19. زين، انواع اللقاحات، الطرق المستخدمه، هذا ما بالضروره يعني، لانه هذه حقيقه المحاضره تستهدف العوام ما التخصص، بس حتى نعطي فكره بسيطه عن اللقاحات كيف تخلق. اللقاحات اشتغلت تقريبا يعني بلشوا بيها مع الجائحة، أول لقاح طلع الشهر 12 2020 طبعا عن طريق شركة فايزر. لقاحات الفيروس طبعا النوع الأول هو لقاحات الفيروس المعطلة والموهن أو الاتينويتد فيروس نسميه، وهذا يستخدم شكل من أشكال الفيروس، الشكل الخارجي مالته لكن ضعيف ما يسبب لنا مرض، لذلك نقول اللقاحات آمنة، يعني ياخذ الشكل اللي يدخل للجسم هذا الفيروس لكن اتينويتد ضعف، ما يسبب لنا حالات المرض نفسه بالحده مالته، ممكن يسبب لنا حالات الحراره وغيرها، لانه رده فعل مناعيه فتتكون مناعه واستجابه مناعيه ضد هذا النوع. النوع الاخر لقاحات القائمه على البروتين، وهي تستخدم اجزاء غير ضاره من البروتين، مثل تستخدم الغلفه الخارجيه او قطع من البروتين بروتين خاصة بالفيروس، وتحاكي فيروس الكوفيد 19 وتحفز لنا المناعة بصورة آمنة. اللقاحات ناقلة للفيروسات تستخدم الفيروس المأمون الذي لا يمكن أن يسبب مرض، ولكن يعمل كمنصة لإنتاج بروتينات الفيروس، بالتالي ممكن إنتاجية طبعا لغرض إنتاج المناعة. اللقاحات النموذج الأخير تقريبا اللي هو يعني المودرن، لقاحات الحمض النووي الـ RNA والـ DNA، وهو نهج متطور اللي هو تقريبا لقاحات المتطوره اللي هسه تطلع لنا، يستخدمون الحمض النووي الرنا او الار ان اي معدل وراثيا، او الحمض النووي دي ان اي معدل وراثيا لتوليد البروتين يحفز بنفسه بامان الاستجابه المناعيه. هاي الطرق الحقيقه اللي مستخدمها الشائعه، اللي طبعا هاي اللقاحات هي اغلبها ضمن الشكل الاخير وبعضها من النوع الثاني أو الثالث. على العموم اللقاحات اللي موجودة اللي هي أخذت FDA approval أو أخذت موافقة الصحة العالمية وأخذت ترخيص للاستخدام الطارئ، والآن يعني أثبتت فعاليتها، هي عندنا تقريبا 7 لقاحات معروفة وكلها فعالة، حتى تكونوا بصورة كلها فعالة وكلها تسبب يعني تنشئ لك مناعة جيدة تجاه الكوفيد 19، لكن بنسب اكو بعضها افضل من الاخرى، لكن احنا يعني قلت احاول اتجنب قدر الامكان المقارنه بين اللقاحات لانه كلها فعاله، حتى لا الشخص يجبر نفسه الا هذا اللقاح وانا ما استخدمه، احتمال ما تتوفر اللقاحات معينه دون اخرى. يعني بعض الدول اللي هي الحمد لله احنا دولتنا متمثله بوزير الصحه والاخوان الكوادر الطبيه في وزاره الصحه،
وشركة كيماديا وفرت لنا اللقاحات بثلاث أشكال المتوفرة. طبعا الفايزر وفرتها، وفرت الأسترازينيكا، وفرت السينوفارم، موديرنا كذلك وفرت مسوكري. بس أكثر شيء إحنا استخدمنا الفايزر، الأسترازينيكا والسينوفارم، وهذين كلهم فعالات. وتقدر طبعا تأخذ اللقاح اللي تريده وماكو مشكلة، وتقدر تسوي شيفتنج، ممكن تأخذ الجرعة الأولى لقاح وجرعة ثانية من لقاح آخر، هذا ما في مشكلة، أثبت التقارير أنه جدا اعتيادي وممكن تحفز المناعة بصورة أفضل. أول لقاح طلع على الساحة هو الشركة فايزر البايون بيك 31/12/20. بعده طلع لنا ال 16/2/21 عندنا الكوي شيلد الاس 11 مال انتاج شركة استرازينيكا، وبعده ب 12/3/21 طلعتنا انتاج شركة جونسون اند جونسون، جونسون الاد 26 كوفيد 2 اس. بعده تقريبا فترة وجيزة RNA 1273 مودرنا، بعدها طلعتنا 7/5/21 السينوفارم، كذلك الصين انتجت 1/6/21 السينوفارم، واخر شيء عندنا كوفاكسين اللي هو 13. طبعا شركة بهارات بيوتي، طبعا لحد الان كثير من الشركات في طور لقاحات اخرى ضد الكوفيد 19 وضد المتحورات، هي تحت التجربة لحد الآن. لكن المعلومة والمعروف من اللقاحات اللي هي هسه داخلة كل المؤسسات وتوزعت كل العالم هي هاي السبع لقاحات. عيد وكرر كل اللقاحات فعالة، تقدر تستخدم كل اللقاح، يعني أي لقاح من هاي الموجودة والمتوفرة، لا تشترط لقاح دون لقاح. أكو كلام كان حول الأسترازينيكا إنه يعني يستخدمون الأعمار فوق الستين سنة لاعتبارات معينة، أكو في بينت بعض المشاكل، لكن هي حقيقة مع الوقت تفندت لأذر كوزز يعني طلعت زين. الفئات المشمولة بالتلقيح من هم طبعا كل الأشخاص اللي هم يعني بالكون يعني يفترض يأخذون اللقاح ضد الكوفيد 19، لكن في البداية لما أطلقت منظمة الصحة العالمية اللقاحات كانت اللقاحات شحيحة، لذلك أكو دول ما كانت توفر هاي اللقاحات بكميات كافية، لذلك يتوفر لهم فحددت فئات معينة في البلدان اللي بيها محدودية بإمدادات اللقاحات، خصوصا الأشخاص كبار السن اللي هم يعانون من بعض الاختلالات الصحية، تعرفون كبار السن عندهم ضغط وسكر، وهي هذول الأشخاص يكونون اميونوكومبرمايز أو عندهم المناعة شحيحة تكون أو ضعيفة، لذلك يفضل أن يستخدموا معها. الأشخاص اللي أكثر تعرضا للفيروس طبعا أكيد أول طاقم أخذ اللقاحات هو الكوادر الطبي، كوادر طبية إحنا شفنا كانت حقيقة حتى يحمون نفسهم من موضوع التعرض المباشر للمصابين بالكوفيد 19. الحوامل كذلك من الفئة التي ضروري جدا أن تأخذ اللقاحات، وهم أولوية عليا بالتطعيم والتلقيح. طبعا بالنسبة للدول اللي هي بها معامل لقاحات مثل أمريكا والدول الأوروبية حقيقة اللي هي مثل بريطانيا وغيرها، كانت طبعا هاي الحدود ما موجوده، يعني بلشوا صحيح اول ما انتجوا اول جرعه مع هاي الفئات، بس بعدين صار عندهم بلشوا ينطون كل بين ما وصلنا، طبعا احنا الدول العالم الثالث، بين ما وصلنا اللقاح احنا هم كذلك من البدايه يعني بلشنا بهاي الفئات، بعدين لا فتح الباب ولو كان عزوف حقيقه، يعني هاي واحده من سلبيات مجتمعاتنا للاسف، انه بالبدايه يعني احنا كنا نصيح كمؤسسات صحيه ومؤسسات تعليميه اخوان اخذوا لقاح كلش مفيد كذا، كانت الاعداد متواضعه جدا، يعني العالم اللي وصل 70-80% من تطعيم السكانه، احنا ما تجاوزنا
الخمسة والعشرة بالمئة يعني كانت الفارق شاسع يعني كلش كبير بيننا وبين الدول المتقدمة والدول المنطقة على أقل تقدير اللي حوالينا اللي وفرت اللقاحات بصورة مباشرة. وكذلك كانت ثقافة صحية عند المجتمعات، للأسف إحنا عندنا خلل بهذا الموضوع. لذلك قامت مثل هكذا دورات ممكن توعي المجتمعنا حول أهمية اللقاحات خصوصا مثل هذه الجائحة. كذلك بالنسبة لل أشخاص اللي هم يعانون حالات مرضية موجودة سلفاً عندهم، هي طبعاً لقاحات آمنة 18 سنة فما فوق، الآن يعني من فترة طويلة هم أنطت من 5 سنوات صعوداً، خصوصاً لقاح فايزر ولقاح أسترازينكا موديرنا، العفو موديرنا وفايزر أنطوه ترخيص وأمان الاستخدام 5 سنوات وصعوداً. طبعاً هاي المعلومات محددة لغاية 17/5، أكو دراسات الآن تحت سن 5 سنوات. ولو منظمة الصحة العالمية توصي بعدم استخدامها للأطفال الأصحاء، لأنه كل التقارير أكدت على أن الأطفال نسبتهم أقل بكثير بكثير من نسبة للكبار. لذلك يعني ظهر أكفد يعني صرت من وراء لحدنا الحقيقة هو عند الريسيرش ما واصل له، بس شاف الأطفال أقل نسبة أقل نسبة للتعرض للمرض، ولذلك تنصح بعدم استخدام اللقاحات للأطفال دون سن 5 سنوات للأصحاء. أما الأطفال اللي عندهم أمراض أخرى مثلا فشل كلوي، فشل كبد، فشل أمراض الرئة، عندهم السكري، عندهم الأعراض اللي هي تسبب نقص في المناعة، فلا هذول يفضل استخدام اللقاح لهم طبعا من سن 5 سنوات وصعود. إذن هو آمن 18 فما فوق، ممكن يستخدم للأطفال من سن 5 سنوات وصعودا للأطفال الأصحاء نحاول ما نستخدمه معهم، لكن الأطفال اللي هم عندهم أمراض تقلل من المناعة مثل داء السكري، ربو، أمراض الرئة والكبد والكلى، وكذلك العدوى المزمنة الأخرى والخاضع للسيطرة، هاي كلها تدخل ضمن دائرة الأشخاص أو الفئات المشمولين. هذا معنى اذا هاي هي الفئات العفو اللي مقوله باللقاحات. موانع الاستخدام والاحتياطات اللي ضروري جدا نخليها بالبال، يعني الموانع الاستخدام كلش قليله جدا، الا اللهم الا يصدر فد فعل يعني تحسسي، وهذا وارد جدا، بعض الاشخاص او بعض الفئات عندهم فرض حساسيه ضد كثير من الادويه، ممكن ياخذ برستول يصير عنده حساسيه، فبعض الاشخاص ممكن انه يصير عندهم تحسس ضد اللقاحات، هذول طبعا يكون بريسك عالي، لذلك نحاول يعني نتجنب الاشخاص اللي عندهم تفاعل تحسس ضد الادويه. اكو مجموعه من الاشخاص، وهذا طبعا مرض يعني العلاقه بالجي اذا كانت درجه الحراره 38.5 وما فوق ما ناخذ اللقاح، لكن ورا ما تنخفض درجة الحرارة يعني إرجاء بموعد إلى أن تتعافى تأخذ اللقاح ممكن. إذن هو منع الاستخدام لفترة إلى أن تنزل الحرارة. إذا كان لديك في الوقت الراهن عدوى مؤكدة ومشتبه بها بكوفيد 19، كذلك ننتظر إلى أن تكمل فترة العزل وإلى أن تتعافى تأخذ التلقيح التطعيم جدا اعتيادي بعد الإصابة. ولذلك هواية نسأل من الأشخاص يقول أنا مصاب وإصابت مرتين وثلاثة، أخذ جرعة؟ نعم أخذ أخي، الجرعة هاي مسيطر عليها، أعراضها مسيطر عليها، أعراضها معروفة وتكتسب مناعة يعني أقوى وأفضل ولا ضير فيها. الاحتياط نستخدم لقاح الكوفيد من يتلقون الأدوية المخففة للدم، هذا حقيقة لحد الآن هي كذلك عند الريسيرش، يعني الأدوية المخففة للدم شافوا أنه أكو مشكلة ممكن تصير عندهم أمراض بالدم، يعني ممكن تكون سر تجلط أو نزيف للي يأخذون الأخ، لكن يحتاج لها باحتياط وبحذر، يعني مراقبة يحتاج لهم أكو باراميتر معينة للأشخاص اللي يتعاطون أدوية مخففة للدم اللي هي الـ NR والـ VT. زين، ينبغي أن تخبر الشخص اللي يعطيك التطعيم، كذلك ضروري جدا ننطي قائم بالأدوية اللي نستخدمها، أخاف أكو فد أدوية معينة ممكن تتعرض، ولو لا يوجد هذا الشيء بس حتى واحد يعرف أنه أنت تتعامل مع شخص مريض
إلى خصوصية معينة حتى نتجنب التداخلات. بالإضافة إلى التوصيات العامة الواردة على، قد يكون لكل لقاح اعتبارات محددة، وهذا كل لقاح إلى حقيقة، ما أحب تذكر تفاصيل دقيقة جدا حتى لا نبتعد عن الجوهر. الجوهر هو فقط للتثقيف حول ثقافة التلقيح، حتى كل إحنا نروح نلقح نحاول نجنب نفسنا وأولادنا وأهلنا وطلابنا وأساتذتنا من إعادة العدوى والإصابة بالكوفيد 19. التأثيرات الجانبية أكاد يعني تجزم كل التقارير، لا يوجد أثار جانبية خفيفة جدا، ما تتعدى الحرارة والوهن والصداع والألم وهاي الشغلات البسيطة يعني، وهذا ردة فعل اعتيادية يعني، أي لقاح تأخذه يصير ردة فعل عليه اللي هو الحرارة وألام وصداع وتعب وحمى بسيطة، وهاي شايفينها إحنا عند أطفالنا أكيد، كل اللي عند أطفال من نأخذ أي لقاح بسيط خصوصا بعض المحات يعني يصير ردة فعل مناعية، فيصير بها حرارة ويصير بها تعب وألم، ولذلك هي نفسها هاي نشوفها الكوفيد فاكسين. في الغالب ماكو أي أثر جانبية مهمة جدا، في الغالب هذا مؤشر ممكن تزول بالمشروبات البسيطة طبعا غير كحولية، وأخذ الأدوية خافضات الحرارة مسكنات الآلام ممكن تفي بالغرض. كذلك ضروري جدا إشارة المركز الصحي القريب عليك اللي تعاطيت به الجرعة إذا طلعت عندك آثار معينة، مثلا إذا ما زالت الآثار، إذا طلعت آثار غير اعتيادية، آلام بالصدر، آلام بالمعدة، آلام أخرى غير الآلام الاعتيادية اللي إحنا دائما نقول آلام عندنا بالعضلات، إذا ظل الألم لفترة أكثر من 24 ساعة وزاد، يعني زاد يعني ما قل، المفروض إحنا يقل بعد 24 ساعة 48 ساعة يبدأ يقل، لكن إذا بدأ يزداد ويطلع بصورة يعني مؤلمة جدا، لا نحاول نشوف مركز الرعاية الصحية اللي قريب عليك اللي أخذت من عند اللقاح. إذا طولت الآثار الاعتيادية لأكثر من أيام يعني أسبوع أو أكثر، لا تبدي تاخذ احتياطك وتحاول ترجع للمركز الصحي. أكو سجلت بعض الآثار الجانبية ما أريد أتطرق لها حتى لا تسبب هلع وغيره، أكو طلعت عندهم خثر، أكو أشخاص طلعت عندهم على أساس موضوع مشاكل القلب، مشاكل بالأوعية، لكن هذه محدودة جدا، وما أكو يعني تخصصي أدوية وسموم، لا يوجد دواء في العالم ما به تأثيرات يصيب أشخاص بنسب قليلة جدا، لأنه أكو مشكلة يومهم هم الأشخاص عندهم فد ريسبونس تجاه هاي الأدوية، لذلك تطلع عند الآثار ما تطلع عند غيرهم. ماكو يعني دواء آمن، يعني نحن نقول دواء 100% آمن، كل الأدوية ممكن، المي اللي تشربه ممكن يوم من الأيام تتسمم به، فدليل على ذلك لأنه ممكن تطلع آثار خطرة جدا، ممكن سجلوا حالتين بالبداية الفاكسينيشن حالات وفيات، لكن حقيقة هذا الأعراض اللي طلعت لها يمكن أن تقلل من أهمية وضرورة أخذ اللقاحات. طبعا كلش مهم جدا تأخذ بالنظر الاعتبار الصعوبة في التنفس إذا صارت عندك هاي الأعراض، أو ألام بالصدر أو اضطراب أو فقدان الكلام أو الحركة، هاي كلش مهمة جدا انه تتجنب اخواني بدات التليفونات زين، تتجنب او فقدان الكلام او الحركه، كلها هاي مواضيع ممكن انه تخليها بالحسبان، اذا طلعت عليك لازم تشوف مركز الرعايه الصحيه الاولي. الامر الاخر هو الكوادر الطبيه في نشر ثقافه التلقيح، مهم جدا ننطي نصائح حول ثقافة التلقيح. أمر آخر تجنب استخدام الأدوية ذات التأثير المهلوس فيها، كلش خطيرة جدا الأدوية ذات التأثير الملوم، بعضهم يحاول يتجنب يستخدمون الأدوية ذات تأثير منوم أو سيطر على صرفها، هذه كلها وهي مسؤولية تخاف، بعضهم يحاول يبتعد عن يعني الكآبة اللي تصيبه من وراء الأعراض اللي مرافقة للتلقيح أو غيرها، أو المرض ممكن يلجؤون لاستخدام مثل هذا الأدوية.
طبعا هي مسؤوليه الطبيب الصيدلي على حد سواء. دور المؤسسات الصحيه كلش مهم جدا، كلش مهم جدا، نشر ثقافه التلقيح، احصائيات وقراءات لازم نعلنها بصوره مباشره وبواسطة التواصل الاجتماعي حتى نعلم العالم عن نسب التلقيح وعن اهميه التلقيح، تعزيز سياسات وبرامج وتطبيق تدابير وقائيه خير من العلاج، تنظيم وتعزيز اجراءات التلقيح ليشمل اكبر عدد من المواطنين، ادوات ورش العمل كلش مهم، وهذا ما نشوفه الاخوه في التعليم المستمر ما شاء الله دائما سباقين بهذا الموضوع، تحت المعلومات عن اثار مشاكل المخاطر والبطرون واهميه التلقيح. هاي كلها الاجراءات لازم نخليها بالحسبان. هاي من الاسئله شائعه حقيقه خليتها بالمحاضره، مهمه جدا، لكن اذكر جزء من عدها. هل يبغي ان اتلقى تعليم كنت قد اصبت بكوفيد 19؟ نعم، ما اللقاح المضاد لكوفيد 19 الذي ينبغي ان اتلقاه؟ اي لقاح ممكن تاخذه ماكو مشكله. هل توفر لقاحات كوفيد الحمايه من تحورات فيروس؟ نعم. هل يمكنني تلقي الجرعه الثانيه والثالثه؟ نعم، بلقاح اخر مختلف. اثار سلبيه اعتقد حكينا عنها، هل ممكن ان اكتسب عدوى الكوفيد 19 بعد تلقي التطعيم؟ نعم، بس بنسبه اقل وباعراض اقل. لذلك مهم جدا عندنا التلقيح. هاي يا اخوان مجمل مجموعه من الاسئله، اسمع اسئلتكم ان شاء الله بعد ما يكمل الاخ دكتور علي البارت مالته. شكرا لحسن الاصغاء، واكد لكم اخيرا على ان اللقاحات فعاله وامنه وهي سبيل الخلاص من جائحه كورونا. شكرا جزيلا استاذ محمد، انا هنا اكملت الجزء الخاص بي. أهلا وسهلا، يعني صار عباس، شلونك؟ يعني شكير وقف، شكير وقف معك؟ نعم واضح الصورة أستاذ عباس؟ يعني أبدي؟ إن شاء الله. أولاً أشكر زميلي دكتور شذل على المحاضرة القيمة اللي وضح المحور الثالث اللي خاص باللقاحات. أنا راح أكمل وياكم المحور الرابع اللي هو كيفية الوقاية من فيروس كوفيد 19 من قبل منتسبي وطلبة الجامعات. وكما نعرف ان السنه راح يكون الدوام 100% حضوري لكل الطلاب والمنتسبين والتدريسين، لذا نشكر رئيس الجامعه دكتور وعد على اعطاء هذا الموضوع اهميه، وكذلك مركز تعليم المستمر، وكذلك سرعه استجابه العميد عميد كليه الصيدله، وكذلك الكادر الطبي والصيدلان الموجود في كليتنا لاعطاء محاضرات وإعطاء هاي التوصيات القيمة لطلابنا. إن شاء الله يكون سنة خير علينا. وأبدي هاي الدورة بالمحور الرابع إن شاء الله، وإن شاء الله تستفادوا منه. طبعا اعتمدت أنا بالمحور مالي على الدليل الإرشادي خاص من منظمة الصحة العالمية في للوقاية من مرض فيروس كورونا. طبعا فيروس كورونا كان بدايته كلش قوي وأثر على هواية أشخاص وكذلك المجتمع، تقريبا وقف الحياة، والحمد لله والشكر يعني بسبب اللقاحات والالتزام بالأساليب الصحية للوقاية منه قل أو خف تأثير هذا الفيروس على المجتمع ورجع الحياة نقدر نقول عليها بشكل طبيعي، ولتلافي الإصابة به مرة ثانية يجب تقيد بالتوصيات
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. أبدأ أولا بتعريف بسيط عن فيروس كورونا. هو فيروس مستحدث، وهو كما شرح لنا قبل البارحة دكتور مهند وكذلك دكتور هبة عن المحورين الأول والثاني. هو سلالة جديدة من الفيروسات التاجية، وتكمن خطورة الفيروس في أنه يصيب الجهاز التنفسي للإنسان مع عدم معرفة حقاً أن يأخذ شكل آخر ويظهرنا مرة ثانية. لذلك يجب أن نقي أنفسنا من هذا الفيروس. طبعاً كلنا نعرف أن الفيروس تتمثل الأعراض أكثر شيوعاً للمرض كوفيد 19 في الحمى والسعال الجاف وضيق في التنفس، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو الاقتحان أو الرشح أو الآلام في الحلق أو الدياريا. طبعاً أعراض شبيهة للإنفلونزا الطبيعي، لذا إحنا يعني في بداية العام الدراسي وتغير الجو أكيد راح يصير يعني يصاب بعض الأشخاص بالإنفلونزا. لذا يجب حتى لو كانت الإصابة بسيطة يجب أن نتقيد بالتوصيات الخاصة بالوقاية من هذا الفيروس. ما هي مثلا الأعراض؟ كما تشوفون يعني أمامكم بالصور كثير ظهور الأعراض. مثلا أي واحد أو أي طالب، خلي احنا نقول يعني اي طالب شفناه بالمختبر مثلا او مثلا بالقاعة الدراسية صار عنده مثلا ارتفاع بدرجة الحرارة مثل ما قال دكتور شذل، يعني 38.5 وعنده رشح يعني يعطس او عنده آلام او يعني الاعراض البقية مثلا آلام بالمفاصل، يعني لازم يبلغ مسؤول المختبر او مسؤول القاعة او مثلا العمادة يعني بهذه الأعراض، وحتى نتخذ الإجراءات الصحيحة، مثلا نعطي إجازة أو مثلا يستخدم الكمامات أو تعقيم يعني لتفادي إصابة بقية أفراد المجتمع وكذلك الطلبة. كيف ينتشر الفيروس؟ يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض فيروس كورونا كوفيد 19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق خطيرات صغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب بفيروس كوفيد 19. طبعا هذا ما يحتاج أشرح لكم إياه بشكل مفصل لأن إحنا شفنا بالسنوات السابقة. طبعا شو اسمه المحور السلايد الآخر، جدول يوضح مدى بقاء الفيروس بأماكن المختلفة. طبعا الهواء 3 ساعات، يعني إذا واحد عطس يمكن يبقى الفيروس في الهواء لمدة 3 ساعات. طبعا الورقة المقوى يعني الدفاتر وهاي الشغلات يعني اللوازم الأخرى 24 ساعة. النحاس يعني أغلب يعني هناك شغلات مثلا بالمختبر او مثلا بالاماكن العاديه يستخدمون قلاصات بلاستيك او ما شابه، يعني 72 ساعه. يعني لازم احنا نحتاط بالابتعاد عن هاي اماكن المصابه اذا صح التعبير. طرق انتقال عدوى الفيروس كورونا، يمكن الفيروس انتقال بعدة طرق، مثلا العطس يعني مثل ما تشوفون بالصورة الأولى، المخالطة المباشرة للمصابين، يعني واحد مصاب بس شنو ما نبلغ زملائه فإحنا نجي نحتك به أو مثلا شو اسمه نسلم عليه يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الشخص السليم. والصورة الثالثة يوضح لنا اللي هو اتصال الغير المباشر من خلال ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة بالفيروس ثم ملامسة العين أو الأنف أو الفم.
طبعاً السلاح الآخر طرق الوقاية من فيروس كورونا. طبعاً عرفنا يعني أغلبية الناس راح يقول هذا الموضوع عرفناه من زمان، بس إحنا للتذكير راح نقول لكم يا طبعاً غسل اليد بالماء والصابون بشكل مستمر، حتى يعني هاي من ضروريات النظافة، حتى لو ماكو فيروس لازم نغسل إيدنا، يعني اهتمام بنظافة يعني من النظافة الشخصية في جميع الأوقات. طبعا تجنب لمس العين والأنف والفم، يعني حتى من نقل الفيروس من الإيد إلى داخل جسم. الامتناع عن المصافحة والعناق في حالة الإصابة، نشوف شخص مصاب لازم نبتعد عنه، يعني مو يعني الحفاظ على صحتنا وعدم نقل الفيروس إلى العائلة والأشخاص السليمين. طرق الوقاية من فيروس كورونا، طبعا ابتعاد مسافة تزيد، طبعا شفنا احنا حتى بالقاعات الامتحانية خلينا مسافة بين كرسي وكرسي آخر، يعني مسافة متر أو متر ونص، وذلك لتجنب الإصابة لبقية الأشخاص. وكذلك أكدنا على كارت اللقاح وأكدنا على لبس الكمامة، فهذا يعني انطى ناتج الحمد لله والشكر، يعني رجع الدوام طبيعي. فإحنا حتى نبتعد عن الإصابة لازم نتقيد بالتوصيات من الواجبة أو المتبعة من منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا الفيروس. طبعا مثلا إذا واحد مصاب لازم يأخذ إجازة، أو مثلا ما يختلط ويا الناس ويقعد بالبيت فترة حتى يتعافى من الفيروس أو المرض. طبعا خطوات غسل اليدين يعني مثل ما واضح لكم بالصورة، يعني مبين يعني شلون نغسل يدنا، وكلنا نعرف هذا الطريقة يعني الحمد لله وشكر. بس أهم شيء إنه ننظف لمدة 20 ثانية والإيد بشكل كامل بالصابون والماء. نجعل السلايد الآخر اللي هو تدابير الوقائية الأخرى في حال انتشار مرض فيروس كورونا لا سمح الله. يعني إحنا طبعا شفناها بالأعوام السابقة، تجنب الأماكن المزدحمة وينصح بالجلوس في البيت، يعني شفنا أنه عزل صار يعني البيوت. ثاني شيء الاكثار من شرب الماء وسوائل الدافئة والليمون والبرتقال وفيتامين سي. طبعا دكتور مهند مشكورا بارحة وضح هذا المحور اللي كان المحور الثاني، الامتناع التام عن المصافحة وتقبيل والعناق والاكتفاء بالسلام والتحية، استخدام معقمات اليدين عند دخول أي منشأة أو محل، وعن هذا من الضروريات. يعني يفضل أنه حتى لو ما عندنا شخص مصاب مثلا نشيل بالحقيبة مالتنا، أو مثلا بجيبنا مثلا كمامة أو ديتول صغير يعني نخلي بجيبنا حالة وجود مثلا نشك أنه أكو شخص مصاب أو شيء قبل ناخذ الإجراءات الوقائية. طبعا احتفاظ مسافة، يعني هذا طبيعي، يعني هذا بين شخص المصاب والشخص السليم. طهي الطعام جيدا يعني حتى نقتل الفيروس. طبعا رش الأسطح التي تم لمسها بعد الخروج من المنزل والعودة إليه بالكلور أو الكلورين أو الإيثانول أو أي مطهر آخر، استخدام الكمامات الواقية أثناء الجلوس مع أكثر من اثنين عند الخروج من المنزل. يعني هاي شغلات ضرورية لازم نتبعها حتى نقي أنفسنا مو فقط من فيروس كورونا، وإنما من فيروسات أخرى لأقل تأثيرا، حتى لو فيروس مثلا الإنفلونزا البسيطة، يعني لازم نحتاط يعني ونقي أنفسنا بهاي التعليم. طبعا تدابير لبس القفازات والكفوف التي تستخدم لمرة واحدة إذا اضطررت للخروج من المنزل. طبعا أنا عندي ملاحظة، شفت أشخاص يعني بأثناء فترة كورونا أنه يستخدم الكمامة أكثر من مرة وأكثر من يوم. طبعا الكمامة يعني لازم نستخدمها يعني أكثر من يوم، أو مثلا نروح مثلا من نطلع الخارج ونرجع للبيت لازم نتخلص منه خارج البيت، يعني ما ندخل البيت. وكذلك الكفوف يعني ضروري جدا. يعني طبعا اهتمام بالصحة ورفع المناعة
عبر الراحة والنوم المبكر لرفع وتعزيز مناعة الجسم وممارسة الرياضة والتغذية الجيدة. طبعا توصيات بارحة دكتور هوجا وكذلك دكتور مهند وصوا على هاي الشغلات، وبقية يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي لتطهير اليدين الغير متسخة، يعني هذا الضروريات، يعني تجنب لمس عينيك شرحت لكم، وإذا تلوثت اليدين فإنه ما ينقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف، إذن لازم يكون اليدين دائما نظيفة ونستخدم الماء والصابون حتى نتلافى الفيروسات والأمراض الأخرى. تأكد من اتباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة، يعني النظافة طبعا من الإيمان، هاي توصية من رب العالمين ورسول حتى عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين طاهرين. طبعا النظافة شيء أساسي بالإسلام وكذلك حتى عليه المجتمع، فلازم نهتم بنظافة كل شيء، أجسامنا، ممتلكاتنا، مثلا نهتم بنظافة المكان اللي نشتغل به، يعني من الضروري. طبعا إذا واحد شو اسمه انصاب فيروس لا سمح الله يحس إنه حرارته ارتفعت، صار عنده رشح، صار عنده آلام بالمفاصل، حتى لو مو فيروس كورونا، حتى لو الإنفلونزا عادية، لأن يمكن الشخص المصاب يعني ورا ما أخذ اللقاح تأثير الفيروس عليه ضعيف، ولكن إذا انتقل هذا الفيروس لشخص يمكن مناعته ضعيفة راح يأثر عليه بشكل أكثر، وشفنا يعني أكو أشخاص توفوا بسبب هذا الفيروس. الله يبعدنا ويبعدكم عن هذا الفيروس إن شاء الله. طبعا السلايد ضرورة تغطية الفم والأنف، طبعا أكثر شيء استخدمناه للوقاية من الفيروس هو الكمامة، هي الكمامة كما مبين أمامكم. الكمامة ضرورية جدا، يعني حتى لو ما شو اسمه ما موجود الفيروس، يعني خلي بجيبنا أو بجنطتنا مثلا كمامة احتياط، مثلا دخلنا موقع حتى لو واحد يشرب جقارة أو شيء، يعني نقدر نخلي الكمامة ونتلافى يعني الإصابة بهذا الفيروس وفيروسات البقية. طبعا إرشادات خلع الكمامات، طبعا احنا قصدي القفازات، العفو، طبعا القفازات كانت ضرورية حتى نتلافى انه الفيروس يوصل الإيد، فقبل ما ندخل البيت شلون ننزعها وطريقة النزع كما مبين امامكم بالصورة. طبعا يفضل حتى يعني أنا هسه إن شاء الله عندنا دورات قادمة ويا مركز تعليم المستمر، مشكورين يعني دكتور سياف وكذلك العاملين، جميع العاملين في مركز تعليم المستمر، راح يكون عندنا دورات خاصة في السلامة المهنية أو السلامة المختبرية وكذلك السلامة البيولوجية وغيرها من الإشعاعات. راح يكون عندنا دورات خاصة شلون نقي أنفسنا من المخاطر الموجودة داخل المختبر، مثلا المختبر البيولوجي به شغلات يعني نستخدمها ويكون به فطريات، يكون به فيروسات، يكون به بكتيريا، فلازم يعني نحتاط من هاي الفيروسات عن طريق لبس الكمامات والكفوف لعدم انتقالها إلى جسمنا. طبعا وتنظيف الأسطح، يعني هذا ضروري جدا، يعني الأسطح اللي نشتغل عليها أو مثلا حتى لو بالصيدليات، حتى لو مثلا بالمختبرات العامة، لازم نهتم بتنظيف سطح مثلا يجوز العاملين بالصيدليات أو الصيادلة والدكاترة يشتغلون مكان يجا مريض ما يعرف أن حالته مصاب فيروس كورونا أو أي فيروس آخر أو أي مرض انتقالي يمكن أن ينتقل إلى الطبيب أو ينتقل إلى الصيدلاني أو العامل من المختبر، فلازم ننظف الأسطح ونخلي مسافة. والحمد لله والشكر يعني شفناها بالصيدليات، أكو جامعة عازلة بين الصيدلي وبين الأشخاص اللي يأخذون الأدوية. طبعا مصطلحات ومفاهيم عامة يحتاج المجتمع معرفتها، طبعا هاي توصيات المنظمة العالمية على العاملين المجتمعية، يعني نقصدهم الأطباء والصيادلة والمتبرعين الخاص مثلا بالحفاظ على صحة المجتمع، فهم التعاريف فهما جيدا وإيصالها للمجتمع بشكل شفاف وصحيح وواضح. طبعا احنا دورنا كدكاترة
أساتذة علم، لازم نوعي المجتمع على المخاطر الموجودة في الخاطر الموجودة في مثلا المستشفيات أو مثلا بالمختبرات أو الأمراض المنتشرة بالجو مثلا، فلازم نوعيهم حتى يحتاطوا. طبعا أي حالة مشتبهة ظهرت، مثلا إذا شفنا مثلا إحنا مثلا أنا واحد من الناس مثلا إذا شفت بالمختبر وصارت عندنا، شفت شخص مصاب يسعل أو عنده حالة مرضية، فلازم أنبهه أو أبلغه أروح على المركز الصحي حتى يفحصون شو اسمه مالته، يعني العينة مالته، يأخذون عينة منه ويفحصونه هل هو مصاب أو غير مصاب حتى نتأكد إنه هذا العدوى أو هذا المرض أو الفيروس ما ينتقل إلى شخص سليم. أي حالة مؤكدة إنه أكو بيها إصابة، مثلاً أكو شخص مصاب بفيروس كورونا، يجب إعطاء هذا الشخص إجازة لمدة 14 يوم أو أكثر يعني حسب الحالة مالته، فحتى ويبقى بالبيت يعني فترة لحد ما يتشافى كامل، والحمد لله والشكر يعني شفنا حالات شفاء كثيرة. طبعا الشخص المصاب لازم يتم عزل صحيا، يعني إذا حالته خطرة لازم بالمستشفيات، وإذا حالته يعني مو خطرة يعني عنده يعني يقدر ومناعته قوية يقدر يواجه المرض بوحده بالبيت، يمكن أن ينعزل بالبيت لحد شفاء تام. طبعا مثل ما شرح دكتور مهند يعني بعد أخذ العلاجات والفيتامينات والتوصيات الخاصة من الطبيب حتى يتعافى مدة 14 يوم إلى 24 يوم احتمال يعني يلا يتشفى. طبعا احنا شفنا يعني إصابات كثيرة بالعالم بالبداية، يعني كانت يعني أول ما انتشر الفيروس كانت الإصابات يعني كثيرة جدا وخطرة، ولكن شوية شوية يعني قل الخطورة مالته وصار نسبة الشفاء عالي. طبعا تقريبا 80% من المصابين شافوا، ولكن شفنا 20% يعني ما تحملوا شفنا يعني قبل فيروس مثلا السارس، فيروس مثلا يعني امراض مثلا طيور، يعني فيروسات اللي صابت وتطورت لحد ما جانا فيروس كورونا، والله يشفي الجميع من هذا المرض ويبعدنا عن هذا المرض. واخيرا اشكركم على حسن الاستماع وبارك الله بكم، واشكر حضوركم لهذه الدوره وان شاء الله استفاديتوا من هذه الدوره. أستاذ عباس إذا أكو أسئلة أو أي شيء إحنا حاضرين إن شاء الله، أرجو توقف الشير عن الشاشة حتى نقدر نقرأ الأسئلة بلا زحمة عليك أستاذ عباس. وقفت الشير أستاذ عباس، تمام إن شاء الله. هسه إذا أي واحد عنده